مرحبا. إذا أنت هلأ حامل وصرتي في نهاية حملك وصرتي تلاحظي آخر فترة إنه رأسك بوجعك بشكل مستمر أو في عندك ضيق التنفس أو في عندك ألم مستمر برأس المعدة، فيفضل إنك تراجعي طبيبك بشكل مباشر عشان التأكد من الضغط وإجراء بعض الفحوصات والتأكد إنك ما بتعاني من ارتفاع ضغط في الحمل أو تسمم حمل. وسلامتك.